على فكرة أنا جاية أقيس لك الضغط بنفسي. بنفسك؟ يبقى نقلع بقى. أنت بتعمل إيه؟ هقلع. ومين اللي قالك بقى إن الضغط بيتقلع له؟ أنا ما بعرفش أقيس الضغط إلا كده. طب أنا سمعت كده إنك بسم الله ما شاء الله عارف في كل حاجة. أنا عارف كل حاجة، ما عدا أنت بس عرفت دلوقتي. ما هو الواد شلبي برضك قال لي كده، قال لي إنك علامة وقاري كده ما شاء الله كتب كتير. أنا قريت كتب قد الأوضة دي مثلا. طيب هو أنا كنت قصدك في معروف يعني، ممكن تشوف لي دكتور نفساني؟ نفساني؟ معقولة؟ أنت نفسيتك تعبانة؟ ده مين ابن الجزمة اللي تعبت نفسيتك ده؟ جوزي. جاتك وجع في جوزك؟ ما هو خلاص ما بقاش. إيه مات؟ لا طلقني طلقني. يلا يا غرفة ده. بس برضو أنت مش حاسس بيا. أحس. أنا يا أخويا حاسة كده إني وحدانية. يا حبيبك. ومتألمة قوي من جوا. معقولة؟ عايزة حد كده يفرفشني، يدندشني، مش تصدق وكتمة النفس دي. بقى أنت تسد نفسك. لما أنت نفسك تسد مين اللي فتح نفسه؟ يعني أنت يا سي الأستاذ هتقولي أعمل إيه؟ لا أنا مش هقولك بس. ده أنا هقولك وأعمل إيه أنا وأعمل إيه؟ إيه يا عم أنت حد يخش على حد كده مش يمكن بقلع ولا قالع؟ لا مؤاخذة ماهر بيه، أنت أخدت كتير من الوقت يعني. عايز إيه؟ زيارة. واضح ان قعده المستشفى جايه على مزاجك قوي. لا لا خالص بالعكس، ده انا حتى كنت بقول لهم ينقلوني من المستشفى دي لان الخدمه وحشه والتمريض زي ما انت شايفه. عامه يعني انا عماد قال لي انك عايز تشوفني فقلت اجيلك وعملت المستحيل عشان اجيب تصريح للزياره. المهم ان انت وحشتيني. وحشتيني قوي. مش باين يعني. واضح انك عجباك قعدة المستشفى قوي، مش عايز تخرج. لا لا بالعكس، ده انا حتى قلت لعماد ينجز بقى في موضوع القضية عشان كفاية قوي كده. على فكرة انا سمعت ان جلال مضايقك. مضايقني بس؟ امال ايه تاني؟ جلال عايز يتجوزني. لا ده مش عايز يتجوزني، ده خلاص قرر انه هيتجوزني. انا مش عارفة ايه اللي مصبرني عليه كده. ساعات بفكر اني اقتله. بس عقلي مش متوهني. لا 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 اوعي تعملي كده، هتودي نفسك في داهية عشان واحد زي ده. ماهر انا محتاجاك قوي. تعرف انا عمري ما حبيت في حياتي. بس برغم فرق السن اللي بيننا ده حاسه انك فاهمني قوي والوحيد اللي بثق فيه وبيقف جنبي وعمره ما ممكن يتخلى عني. انت فاهم انا بقول ايه؟ انا اول مره ابقى فاهم وعارف ومتاكد من اللي انا حاسس بيه. ماهر من ساعة بابا الله يرحمه ما مات والناس كلها بعدت عني، حتى الناس اللي هو ساندهم وقف جنبهم ما وقفوش جنبي. حسيت مرة واحدة ان انا لوحدي كده والناس كلها بتتخلى عني. ده اكتر وقت كنت محتاجك فيه. انا كان نفسي بقى ابقى جنبك في اللحظة دي واخدك في حضني واطمنك واقولك ما تخافيش. انا عمري ما حسيت بالخوف والقلق الا بعد ما بابا مات. انا عايز اقولك على حاجة بس يا ريت ما تزعليش. قولي. انا مستغرب ازاي باباك كان مشغلك معاه في الشغلانة دي. يعني انتي في وادي والشغلانه دي في وادي، كان لازم يبعدك عنها تماما. بس بابا كان بيحبني قوي بجد. ما انا عارف ومتاكد وواثق انه كان بيحبك وبيحبك قوي كمان، بس كان لازم يبعدك عنها. ماهر انا مش بتكلم معاك عشان تقولي كده. انا عايز اخرج من هنا الاقيكي بعدت عن السكه دي خالص، وجلال ده بقى سيبيه عليا انا. ايوه بس جلال ده مش سهل خالص. ومين قالك ان انا سهل؟ بس بقول لك ايه، خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي وسيبي الايام ترسينا مطرح ما ترسى. لا مؤاخذة ماهر باشا. ايه؟ الزيارة انتهت. كارمن كنت عايز اقول لك حاجة قبل ما تمشي. ايه؟ أنا بحبك. وأنا كمان. وأنت كمان ايه؟ بحبك. بتقولي بحبك، يعني عايزة تروح. اتفضلي.